مرحبا، اسمي سلول الرشيد. حبيت أقول لكم أعطيكم فكرة على تواجدنا اليوم بالبازار المشترك مع الجالية الجزائرية والمغربية وإحنا العراقيين، اللي يعتبر هذا تواصل إنه حتى يطلعون الأجانب والكنديين والعرب على ثقافتنا العراقية. وإن شاء الله هسه أنتم حتشوفون إنه البازار هذا يحتوي على هواية شغلات عراقية، منها فنانين عراقيين عندنا ما شاء الله موجودين بمدينة أدمنتون. بدينا هذا العمل البازار في أدمنتون، الغرض من عنده هو توحيد الجاليات العربية الموجودة في أدمنتون. طبعا ردود أفعال الكندية كانت كلش حلوة، خاصة من شافوا لوحات التراثية العراقية البغدادية اللي هي موجودة وراي من السيراميك ما شاء الله، وهذه النقوش الحلوة هي غريبة بالنسبة لهم، بس شافوها هنا قدامهم جبنا لهم إياها. احنا من بلاد الرافدة، من حضارة وادي الرافدة، نقلناها إلى كندا. فيما يخص مشاركتي بالعزف على العود، الحقيقة تناولت مجموعة من المقطوعات الموسيقية التراثية العراقية الفولكلورية لكي نثبت ونبين هنا إعادة ما توارثناه من مقطوعات موسيقية تراثية حتى تكون مرسخة في الذاكرة للأجيال اللاحقة. مشاركتنا اليوم من أجل دعم الجالية العراقية والفنانين العراقيين الموجودين في كندا وخارج كندا. كانت مشاركة عبارة عن لوحات وسيراميك وتحفيات أثرية وفلكلور العراقي. قدمنا بعض النماذج اللي تعكس الروح العراقية، وكان الأسئلة الكندية والكنديين إن تعطينا فرصة نشرح لهم الفلكلور والفلسفة من وراء نماذجنا العراقية ومن وراء منتجات الفنانين العراقيين اللي احنا جبناها من العراق ومن كل أنحاء العالم علشان نوريهم الفن العراقي. كنت محظوظ اليوم، طبعا انا بصفي يعني عازف عود رجعني الى الذكريات بغداديه وايام القهاوي اللي نقعد بيها بالابو نواس وايام السمك المزقوف اللي يعني مع الاسف شويه صارت صعبه ان نشوفها مره ثانيه، بس ان شاء الله ماكو شيء مستحيل. صراحه تفاجئنا بالاهتمام خصوصا من المواطنين الكنديين الموجود والمواطنين العرب ايضا، يعني كان اهتمامهم جدا واضح، اعجابهم بالفن العراقي والفنانين العراقيين والكلتشر العراقي بصوره خاصه يعني. So here we are today walking around and trying different foods and everybody's so friendly and showing us the different wares and all the different items that they have and it's just a wonderful time, great music and great food and just great people, and what a wonderful culture to be able to be a part of, to observe and to be let into. It's a privilege really to share in different cultures, and it's just been a great afternoon for us as a family, and we just thank everyone who has put the time and the effort to put this on. It's been a wonderful experience, so thank you. شاركنا اليوم معرض مع المروك والعراق، جبنا الحلويات والملابس اللي نشوفها. جاءوا كتير كنديين هذه المرة الأولى يشوفوا الجزائر وعجبهم الحال كتير، الأكل كان طيب كتير. قلنا لهم على تاريخ الجزائر وورينا لهم كل شيء. أنا شاركت اليوم ببعض الحلويات التقليدية الجزائرية، منها المقرود، قرنوزيل والعرايش. رغم أن الإمكانيات كانت بسيطة إلا أن البازار كان ناجح وجد ناجح، خصوصا أن المجتمع أدمنتوني جاء البازار ورحب بالفكرة
وكان نجاح هائل بحيث كانوا فنانين عراقيين، كان كذلك من المشاركة الجزائرية، كذلك مواد من المغرب منها مواد طبيعية، مواد تجميلية وغير ذلك. I've had Iraqi food before, so I thought maybe they would be selling some pastries and stuff. So I came and tried some of the pastries there, and they were all really good, so I bought some more, and I'm pretty pleased with everything that I've seen. Some of the paintings were really nice too, so I think you've done a pretty good job bringing cultures together and learn a little bit more about that. اسمي مينة، صورة فوتوغراف. اليوم اشتركنا بالبازار العراقي المشترك اللي كان بين العراق والجزائر والمغرب. لأول مرة يكون بمدينة إدمنتون كندية، كان شيء جميل. لقينا حضور واسع من الجالية العراقية والجالية المغربية. حبيت أبرز خلال هاي اللوحات المعمار العراقي القديم والطبيعة العراقية والتراث العراقي. حبيت انه ابين الجانب المشرق للكنديين وللعرب اللي موجودين هنا والتراث اللي كلنا نفتخر ونعتز به.